انا ام لطفل ذوي القدرات اللي عنده اعاقه مركبه تتشكل من اربعه الاعاقات. ماشي جيت باش نحتفل، بين قوسين جيت باش نناضل، لا انا لا كافه الناس ذوي القدرات جينا باش نناضلوا الحق وليداتنا، حيت ما غنحتفلوش حتى نهار يتحقق لنا داكشي اللي بغينا، حيت فعلا حنا فئه مهمشه وما كاينه حتى شي التفاته لينا، وتنتعايشوا مع التهميش ديال المجتمع والتهميش ديال النظره ديال المجتمع والتهميش ديال الحكومه. صافي كفى من المعاناه، بركه غير المعاناه اللي تنعيشوا مع هاد الوليدات، بركه علينا كافيانا، عاد تنزيدوا خاصك الطبيب، خاصك الترويض، خاصك لي زاباراي، راه كل اباراي تتسوى الملايين، راه الا ما كانتش عندك تغطيه صحيه ولا ما كانش عندك فلوس، بهذا المعنى فلوس راه ما غدير والو، غير شدو وخليه، راه حشومه، راه عا سيدنا، راه سيدنا، راه يا ربي غير التفت لينا، راه بزاف، راه بلغ السيل الزبا، راه والله الا تنعانيو، راه الانسان خصو يجي ويجرب، ولا حكينا لك على المعاناه راه لا اله الا الله يا غتبكي، يعني راه فعلا تنعانيو، راه هذا الشيء راه بزاف والله. اصعب حاجه ملي تيشدو كريز، اصعب حاجه ملي تمشي عند الطبيب وتيقول لك خصو الترويض وانت ما عندكش، اصعب حاجه ملي تيقول لك خصو لاباراي وتتسوى مليون وجوج وانت ما عندكش، هذيك هي فين تتقول انا فعلا عندي ابتلاء، اما الابتلاء ديال قدر الله وقضاء وما عندنا ما نديرو عليه، حامدين به الله وشاكرينه، ولكن ملي تتشوف انت ما قادرش دير لولدك ولا بنتك واحد الحاجه توفرها ليه، تما فين تتندم راسك، وتما فين تحتقر نفسك، وتما فين تقول كفى. صافي عييت عباد الله، راه تنطالبوا كفى من التهميش. هذوك لي كونترول اللي تنطلعوا للطوبيسات تيسحبوا منا البطاقات ديالنا، ما عندهمش ادنى حق، ما عندهمش ادنى حق يسحبوا لنا البطاقات ديالنا، راه بركه غير هاد المعاناه اللي حنا عايشينها هذيك راه كافيه ووافيه، عاد زيد هاد التهميش ديال المجتمع، راه لا اله الا الله. تنطالبوا بمنحه شهريه، وتنطالبوا اعاده النظر في هذه الفئه، تنطالبوا بحق التمدرس، راه الا ما عندكش 3000 درهم شهريا راه ما غتقريش هاد الولد، وفين هي 3000 شهريا؟ انت اصلا تيطلع لك الشهر ديال ولدك ما بين ليك وشو الدواء والمعاناه 2000 درهم، وانا راه عندي ولد، راه كاين مسكين اللي عنده جوج وعنده ثلاثه وراه ما قدروش يحضروا، راه هذوك هما وعايشين حنا معاهم هذه المعاناه فعلا عايشينها، راه تنطالبوا من الدوله، تنطالبوا من الحكومه اعاده النظر، راه هاد المسؤولين راه داروا هنا في كروشهم، المسؤولين تعدوا علينا، المسؤولين راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه هاد المسؤولين الله يهديهم علينا وصافي، والله يدير لنا شي تاويد الخير. قال لك والده واحد الوليد اللي هويا معاق بالكروسه ديالو، قال لك انا ما خدامش غاده في الصباح، غادي انا وياه طلعوا لي كونترول المراقبين ديال حافله الزا، بداو كيشوفوا فيهم وشافوا البطاقه وقلعوها عليها، يعني ديال ولدها وهي ما كتهضرش، ولدها معاق. قالت لي لا ما تلوحش لي ولدي، راه ولدي هذا خصني نمشي نقلب على راسي من ناكل، يعني حشومه هذا الشيء، راه عيب وعار، حشومه. قال كون عندنا، قالت لك ما عندناش الملك محمد السادس عزيز علينا وكيبغينا وكنبغيوه، يعني في قلبنا حنا باش نشوفوا نوجهوا ليه الكلام ديالنا، يعني كنلقاو صعوبه باش نتواجهوا معاه، يعني حتى الرجال تا هما ما خدامين ما والو، خلص كيقول مخلصوا البطائق ديال الحافله الزا، يعني هاد الشركه اسبانيا اول مره كدير هاد العمل اللي هو ما تقبلوش المعاقين، معاقين كاملين كلهم، يعني راه ما مساكن ما في حالهم شيء، ما عندهمش، كيلقاو مشاكل مع الحافلات، كيقلعوا لهم البطائق من عند المراقبين ديال الحافلات، قال لك اوكي دابا، قال لك كيضاربوا معنا، كيقول لنا خلصوا ولي قلنا على البطاقه 700 دابا تخلصيها، هذه كتقول ما انا ما نخلصش، يلا الامن، رجال الامن يلا لعندهم وشوف شنو غادير، ما كيبغيوش يديروا معنا هاد المساله هذه، قال لك يعني كيطبقوه هما داك الشيء بيناتهم. هاد الشركه اسبانيه جينا لهنا باش نوجهوا الكلام ديالنا لمجلس المدينه. انا محترم هذا الباب ديال المؤسسه، انا محترم هذا الباب ديال المؤسسه، مسدود عليا، ورا مواطنين، ورا حنا جايين ندخلوا، وحنا جايين ندخلوا، مسدود يتفتح، هو مسدود هذا الباب ديال الاداره، يا رسميين ومتعذرين، راه ما باغيين لا عرس لا والو، ديروا التباعد وديروا كمامات ديالكم وتسناو.
هنا راه اللي ما تفتحش معنا باب الحوار اليوم راه ما نتحركوش من هنايا، راه واخا نعرفوا نموتوا.